طيب البنت دي مازال ما بدتش، لكن انا عندي يومين، قلت يومين، عندي اسبوع ولا اسبوعين يعني بتاريخ 4 نظن ماي، سمعت عبد القادر بن قرينا يعلن رسميا افتتاح الحملة الانتخابية. ما فهمتش أبري راني غلط، لأنه سمعته وقريتها بن قرينا يعلن انطلاق الحملة الانتخابية لرئاسية 2024 مستغان. أشرف رئيس حركة البناء الوطني عبد القادر بن قرينا على تجمع الشعبي حاشد بدار الثقافة عبد الرحمن كاكي بولاية مستغان. يعني ما فهمتش والله، ما فهمت انا يعني كرنفال في دشره، ما فهمتش انا يعني هذه الفوضى اللي راهي صايره. يعلن حمله انتخابيه، اولا يعلن حمله انتخابيه لمن؟ هل اعلن هو ترشحه؟ ما سمعتش. يسخن البندير الغيره ما قالش. يتكلم باسم الدوله وزاره الخارجيه وزاره الداخليه ورئاسه الحكومه ورئاسه الجمهوريه، مانيش عارف. نفحت له من راسه يقيط ويبندر ويدير حملة انتخابية، ماناش في زريبة، ماناش في كوري، ماناش في كرنفال، كاين القوانين الجمهورية. السؤال مطروح، أين هي السلطة المستقلة لمراقبة الانتخابات التي تنظم الحياة السياسية وتنظم اللعبة الانتخابية؟ المفروض قال حبس سي محمد، وراك راح تبدا حملة انتخابية، شكون اللي قال لك؟ شكون اللي قال لك تبدا حملة انتخابية؟ تتكلم باسم من؟ إذا كان المترشحين الرسميين وما أعلنوش الحملة الانتخابية. راهم ينشطوا يخلطوا اوكي مقبول نشاط عادي، ولكن اعلان رسمي للانتخابات الرئاسيه من مستغانم على اي اساس؟ على اي اساس؟ لما نطرحوا سؤال مثل هذا يخرجوا لي يقولوا بزدير راك تخلط، راك تخلط بزدير، راك دينا راك تعاوز على عهد ربنا، فاهم وقسمنا تبعوكم تبعوا القافله تسيروا الكلاب تبعوا روج، حكموا عاقلين، ديروا شويه مخ في راسكم. يعني المفروض تشكرونا تقولونا يا ودي عندكم الحق، راكم تراقبوا، راكم تعسوا، راكم تكعروا، راكم تنوروا في الشعب، راكم توعيوا، المفروض تشكرونا يا سبع، المفروض تخلصوا قسامنا. انا المفروض كل لايف اللي ندركم تخلصوني، تبعثوا لي 5000 ولا 4000 اورو راني نمشوا مراسي، بعثوا لي دراهم يا سي، متهمين بلاك تخلصوا فينا، بعثوا لنا حقنا سي، فاهموا عازرين هذوكا، تحوسونا نشيتوكم ما نشيتوش، انا واحد من الناس ما نشيتش، وما نسكتش على الظلم والحضره، وما نسكتش على الباطل، هذا باطل. من رأى منكم منكرا فليغيره، أنا نشوف المنكر. وهذا الكلام ليس لأن بن قرينا قالوا بن زديرا ينتقد فيه، لا، أنا قلت لكم ليست لدي خصومة أو مشكل مع بن قرينا، والله العلي العظيم قلبي صافي معاه وصافي البن، ولكن خرجاته وتكعريره وتعيزه يحتم علي انني نطعس انا ثاني، لانه بن قرينا مش قاعد في داره مراقد وانا رحت خلطت فيه، هو قاعد يخلط اسي، هو قاعد يبربش، هو قاعد يخلط في عشب الزنزل، هو يستفز. انا واحد من الناس يستفزني خطاب بن قرينا، يستفزني خطاب بن قرينا في كل مره، في كل مره نقول والله ما نزلش نهضر عليه، خطينا ينقص فيا سي، راح المستغانم ويقول لهم بلي نديروا حمله، وشكون اللي قال يدير حمله انتخابيه سي محمد؟ يا ربي انتخابات ما بزال ما بش. لم يتم الاعلان رسميا عن بدايه الحمله الانتخابيه، لم يتم استدعاء الهيئه الناخبه لحد الان، لم يتم قبول الملفات على مستوى السلطه المستقله لمراقبه الانتخابات. اذا على اي اساس، على اي اساس راهو يتحرك بن قرينا؟ وش حمى بن ديرك يا سي عبد القادر؟ وش حمى بن ديرك؟ تتكلم باسم الدوله، تكلم باسم رئيس الجمهورية. قلنا إذا كنت ناطق رسمي باسم الجمهورية باسم رئيس الجمهورية قلنا، إذا كنت ناطق رسمي باسم الأحزاب السياسية قلنا، إذا كنت ناطق رسمي باسم التلاحم والتشاحم قلنا، باش نفهموا رواحنا. نقول لك سمح لنا سي محمد أنا غالطين، بصح تروح المستغانم تضرب الروجي والكروفات ومن بعد تتقرع وتخرج لنا تقول لنا باللي الحملة أن نبدأ الحملة الانتخابية مستغانم، على أي أساس؟ على أي أساس؟ هذا واش نحاول نسألو سيدي، نستفسرو فقط، لأنه هكذا تبان باللي أمور يعني معناتها شغل، شغل رانا قاعدين نضيعوا في الوقت، شغل يعني الأمور محسومة، بالرغم من أنه الوزير الأول الفرنسي جا دار ندوة أو محاضرة ويتكلم على زيارة الرئيس عبد المجيد تبون إلى فرنسا ويقول ستكون زيارة مهمة وحاسمة.
معناتها رئيس الوزراء السابق الأسبق الفرنسي دوفيل بان يعني متأكد أن الرئيس تبون هو رئيس القادم، يعني وكأنه الأمر حسم. يا عباد ربي حتى ونكونوا احنا على بقى، انا قلت لكم قبل هيا نعاودوا نرجعوا دركا لواحد النقطه مخ الهضره كما يقول. قبل عام 2023 قلت لكم اذا ترشح الرئيس تبون فهو رئيس، اذا تذكروا قلت لكم، قلت لكم اذا ترشح الرئيس تبون خلاص هو الرئيس، من سينافسه؟ من سينافسه؟ من اذا ترشح هو الرئيس؟ يعني اللي راهو يتخيل ان الرئيس تبون سيترشح ويخسر الانتخابات، انا نقول له انت حمار بغل وداير مع احترامي ليه مهما كان، واللي يحب يزعل يزعل بما فيهم اللي راهم مترشحين الويزع النون وغيرهم. اذا ترشح الرئيس تبون فهو الفائز بربي استقبلها والله بلاش، هل على بالنا بها ومقتنعين بها؟ اذا مادام احنا في زيتنا في دقيقنا نقولوها، بصح ما يجيش واحد رئيس وزراء فرنسا السابق او رئيس الحكومه السابق ويقول ان زياره الرئيس تبون الى فرنسا زياره مهمه وتاريخيه، علما وان زياره الرئيس الى فرنسا ستكون بعد الانتخابات الرئاسيه. لماذا؟ لانه مستحيل تكون قبل 8 جوان، مستحيل. واذا كانت بعد 8 جوان معناتها دخلنا في العد التنازلي للانتخابات، استدعاء الهيئه الناخبه، بدايه الحمله الانتخابيه، تحضير للعرس الانتخابي، وبالتالي رئيس تبون ما يقدرش يروح يقوم بزياره دوله الى فرنسا وهو مترشح رئاسي، دستوريا وقانونيا واخلاقيا وسياسيا غير مقبول. اذا الزياره ستكون بعد سبتمبر، الزياره ستكون بعد سبتمبر. عندما يقول هذا الكلام رئيس الوزراء الفرنسي فهو مقتنع مثلما انا مقتنع أن الرئيس القادم هو تبون، ولكن من المفروض ما يقولهاش رجل سياسي في حجم رئيس وزراء فرنسا، اللهم إلا إذا كان يريد فتنة، اللهم إلا إذا كان يريد دس السم في العسل والتشكيك في الانتخابات، لأنه يقولها بن زديرة هذا تحليل وقراءة وكعرار قاعد فارغ شغل قاعد فش في قلبه، بصح يقولها رئيس وزراء فرنسا وفرنسا كون جا رئيس وزراء البرتغال ولا رئيس وزراء نيكاراغوا ولا الهندوراس نقولوا ممكن رئيس وزراء فرنسا يقول هذا الكلام، معناته انا بالنسبه لي تدخل في الشان الداخلي، تدخل في الشان الداخلي واعلان نتائج الانتخابات الرئاسيه قبل الاول على السياسيين في الجزائر ان ينبهوا لهذا الامر، لا نسمح لاي سياسي اجنبي ان يتدخل في الشان الداخلي. إذا حبيت تمعني لنا تقولنا باللي انتخابات محسومة والرئيس القادم هو تبون، هذه احنا نقولوها زيتنا في دقيقنا، احنا بيناتنا نتعاركوا ما عندك ما دخلك، بصح تجينا انت تقول لي باللي الانتخابات محسومة وسيفوز تبون ويقوم بزيارة إلى فرنسا مع 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 فائق الاحترام والتقدير، نقول لك يا سي محمد ما عندك ما دخلك، هذا شأن داخلي لا نسمح لك ولا لغيرك أن تدس السم في العسل. إذا الأمور هذه لازم ننتبهوا لها ولازم ناقشوها في هدوء، ناقشوها في هدوء. أنا قلت لكم موقفي من المترشحين سيكون بعد الإعلان الرسمي للأسماء الثقيلة أو على الأقل لإعلان رسمي للرئيس تبون، عندما يعلن رسميا راح ندخل في النقاش ونعطي ما هي الإيجابيات وما هي السلبيات ولماذا أعارض أو أؤيد ولماذا، لكن من حيث المبدأ أنا مع الانتخابات الرئاسية. كنت ضد الانتخابات 12/12/2019 لكن انتخابات 7 سبتمبر 2024 أنا معه وبقوة، وأدعو الشعب الجزائري للمشاركة وبقوة، للمشاركة وبقوة داخل وخارج التراب الوطني، داخل وخارج التراب الوطني. الأمر الثاني اللي حبيت نتكلم عليه بخصوص شبكة ختيتيب. أنا قلت لكم قبل أسبوع ولا أسبوعين قلت لكم مش حاب نتكلم في الموضوع هذا، لأنه تكلمت عندما كان للكلام قيمة وعندما كان للكلام أهمية ودور في توعية وفي دق ناقوس الخطر وفي تنبيه الرأي العام والمعنيين بالأمر بخطورة
هذا التنظيم الخطير الذي زرع الفتنة، واستمراره في النشاط سيؤدي إلى عواقب وخيمة ويؤدي إلى كوارث وحرب أهلية. نعم، الحمد لله أن الرأي العام اقتنع بما كنا نقول، ننبه ونحذر، والسلطات المعنية القضائية والأمنية طبعا اتخذت الإجراء اللازم ووضعت حد لرموز هذا التنظيم الخطير اللي هو تنظيم متطرف إرهابي، إرهاب فكري. لكن ما دفعني للعودة لهذا الموضوع هو ما قاله عبد الصمار. عبد الصمار اليوم تكلم بناء على معلومات ممكن وصلته من هنا وهناك، وعادي يعني من حقه يتكلم، وأنا تواصلت معاه طبعا، تناقشت معاه في الموضوع وقلت له عبدو هذه المعلومات، قال لي وصلته كذا وتناقشنا، لكن أنا وجدت أنه من واجبي كمهتم بهذا الملف وكمتابع، وأستطيع القول أنني على دراية أكثر بهذا الملف لأنني أعرفه جيدا. عبد الصمار يقول أنه بالأمس تم إيداع المتهمين واسمه خطيتيل وبن ناصر واسمه بلوار بلعور وكذا الحبس الاحتياطي. أنا نقول لا، كلام غير صحيح، لأنه إيداعهم الحبس الاحتياطي تم قبل أسابيع. عندما تكلمنا وقلنا أنه فريد شيخ وكسكاس رقابة قضائية والباقي إيداع، في ذاك اليوم تم إيداعهم لأنه تم تقديمهم أمام وكيل الجمهورية العسكري وقاضي التحقيق، وتم إيداعهم لأن القضية تتعلق بملف أمني عسكري، لأن المتهم الرئيس في القضية هو ضابط سامي في الأمن الخارجي اللي هو بن ناصر، هو المتهم الرئيس ومعه مجموعة من المتهمين من بينهم ختار ومن بينهم ضباط في الشرطة ومن بينهم كذا